رايحين عند شاب مقعد مشلول بيته بالميدان، اخته بتطلع عليه وما تجوزت كرماله مشان تقدر تسور يعني تحفظه، ترفع له بالجنازير ترفع جسده مشان تحفظه. فهي العيلة كتير مأسرة يعني، مين ما زارة من الـ SOS الفرنسيين أو العرب كتير بتأثروا بوضع، لأنه بسبب أخوها صار معها كذا عملية، عملية إفتاء ومرارة وعم تشتغل ممرضة مشان تعيش. يعني هلا بتشوف بلشت مع ابونا اطلع زيارات على بيوت ناس اولادهم تركوهم وراحوا بسبب الحرب، صرت اتعلق فيهم واحبهم يوم عن يوم، صاروا جزء مني ما بقدر بلاهم. يعني يوم مثلا بعدي مثلا ما بشوفه لطن وداد بحس انه وين عجب فيها شيء، انه صاروا جزء مني. يمكن كلياتنا لنيجي ليوم نصير مثلهم، ما بعرف، ما بنعرف ايش الايام بتطلع معنا، بس يعني بحبهم.